سيكل سيل انيميا او انيميا الخلايا المنجليه. كتير مننا بيسمع المرض ده هو بيعرفش ايه هي اعراضه، ايه هي اسبابه، هل هو مرض وراثي، هل ممكن الشخص فعلا يتعالج منه يبقى طبيعي، هل المرض ده مميت، هل فعلا ليه ادويه فعاله موجوده حاليا في السوق. اسئله كتيره جدا بتدور في دماغنا، ولكن الموضوع مشوش عند ناس كتير. في حلقه النهارده ان شاء الله هنحاول نجاوب على كل الاسئله دي في حلقه متكامله، ونعرف كل حاجه عن السيكل سيل انيميا او انيميا الخلايا المنجليه. خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناه اوكلاس فارماسيست، حلقه كل يوم اربع فروم اي تو زد. اهلا بيك. في البدايه وكالعاده دي تهنئه بسيطه لكل اصحابنا اللي بيتابعونا وبيجاوبوا على الاسئله بتاعتنا، وفي نهايه كل حلقه زي ما اتفقنا هيكون في سؤال اجابته هتلاقيها مستخبيه في الحلقه او هتلاقيها موجوده في لينك اسفل الحلقه. بالتوفيق للجميع. زي ما تعودنا ان حلقات يوم الاربع بتبقى طويله شويه لاننا بناخد كل موضوع بتفصيل كبير جدا، فدي العناوين اللي هنتكلم عنها النهاردة. فلو حضرتك مهتم بعنوان معين جري الفيديو للدقيقة اللي فيها العنوان اللي انت عاوزه، ولو عاوز تعرف كل حاجة عن مشكلة السيكل سيل أنيميا خليك معانا من البداية للنهاية. زي ما تعودنا كده في كل مرة تعالوا نحكي الحدوتة اللي هتفهمنا كل حاجة عن المرض دوت سيكل سيل أنيميا أو أنيميا الخلايا المنجلية. أول حاجة، الوظيفة الأساسية لكرات الدم الحمراء أو الـ RBCs إنها تنقل الأكسجين لكل خلايا الجسم، والشكل المقعر بتاعها ده هو الشكل الأمثل لإنها تقوم بالوظيفة بتاعتها، لأنه ببساطة بيخليها تكون مرنة وبتعرف توصل لأدق الشعيرات الدموية. البوينت الثانية، المركب الأساسي اللي موجود جوه الـ RBCs واللي بيخليها تقدر تشيل الاكسجين بفعالية بروتين بنسميه الهيموجلوبين. كلمة هيم معناها الجزء بتاع الحديد اللي موجود في البروتين، اما الجلوبين هو ده البروتين بتاعنا، وده بيكون من 4 chain peptide، يعني 4 سلاسل صغيرة من البروتين، والسلاسل دي في التركيبة بتاعتها في اختلافات، وعندنا 4 أشكال من السلاسل بتاعة الببتايد دي، وتسهيلا ادوهم اختصارات ألفا بيتا جاما ودلتا، وعلى حسب نوع سلاسل البروتين دي اللي موجودة في الهيموجلوبين ادوها اسم مختلف. يعني هتلاقوا كلمة HPA أو هيموجلوبين A، وA دي معناها الأدلت أو الشخص البالغ، والهيموجلوبين ده بيتكون من 2 ألفا و2 بيتا، يعني سلسلتين من الببتايد اللي موجودة فيه عبارة عن ألفا وسلسلتين من الببتايد اللي موجودة فيه عبارة عن بيتا. والهيموجلوبين A بيكون تقريبا فوق 90% من الهيموجلوبين بتاع الدم بتاعنا، فده أهم وأشهر نوع عندنا. أما النوع التاني فبنسموه هيموجلوبين F، والاف جاي من الفيتس او الفيتال اللي هو الجنين، وده نوع من انواع الهيموجلوبين بيكون موجود في الاجنه تحديدا، وده بيتكون من سلسلتين من الالفا وسلسلتين من الجاما. التركيبه دي بتخلي نوع الهيموجلوبين ده فعال جدا في انه يشيل اكسجين، ودي من حكمه ربنا، لان الهيموجلوبين ده لما هيروح على الجدار بتاع المشيمة هيقدر ينقل كمية أكسجين عالية جدا من الدم بتاع الأم ويوصلها للجنين. لكن للأسف الهيموجلوبين ده بيختفي بعد الولادة بشهور قليلة جدا، والجسم بيقلل جدا من التصنيع بتاعه وبيتحول التصنيع للهيموجلوبين A النوع الأساسي بتاعنا. أما النوع الثالث من الهيموجلوبين فبيسموه هيموجلوبين A2، وقلنا كلمة A معناها إنه خاص بالبالغين، وده بيتكون من سلسلتين من الألفا وسلسلتين من الدلتا، وده تقريبا بيكون من الدم بتاعنا حوالي من 2 لـ 5%. اختصارا كل أنواع الهيموجلوبين دي هي أنواع طبيعية وتقدر تشيل الأكسجين بفاعلية كبيرة جدا. البوينت اللي بعديها،
امال بقى موضوع انيميا الخلايا المنجليه دي جت منين بالظبط؟ ببساطه شديده جدا، الجين اللي بيكون لي البروتين بتاع سلسله البيتا ببتايد بيحصل فيه ميوتيشن. يعني ايه ميوتيشن؟ يعني تحور، يعني تغير في الشكل، يعني طفره، سميها زي ما تسميها. المهم ان الجين اللي كان مسؤول عن تكوين البيتا ببتايد حصل فيه لخبطه، واللخبطه دي بتاثر في تكوين البروتين نفسه. والبروتين اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن سلسله من الاحماض الامينيه. وفي الحاله دي البيتا ببتايد هنلاقيه متشال منه الفالين كحمض اميني ومحطوط مكانه الجلوتاميك اسيد. معنى كده الهيموجلوبين ايه المركب الكبير بتاعنا هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن 2 الفا و2 ميوتيتد بيتا ببتايد، وده تقريبا بيحصل بنسبه 30% من اجمالي الهيموجلوبين عند الشخص اللي عنده المشكله دي. وبسبب الاختلاف الجديد ده ادوا نوع الهيموجلوبين ده حرف مختلف فسموه هيموجلوبين اس، والاس دي اختصارا لكلمه سيكل. سيكل معناها منجل او شكل الهلال. طيب والشكل ده بيجي منين؟ ببساطه البيتا ببتايد السلسله اللي من نوع بيتا اللي حصل فيها تحور او تغير الميوتيتد، في حاله عدم شيل الهيموجلوبين للاكسجين حاله الدي اكسجينيتد بيبقى البروتين ده عنده القدره انه يلزق مع نفسه. فلما يلزق مع نفسه بيعمل لي بوليمر او سلسله جديده. السلسله دي بتبقى واخده شكل الهلال او شكل سيكل او شكل المنجل، فتقوم تغير شكل كرات الدم الحمراء من الشكل العادي للشكل دوت شكل المنجل او الهلال. البوينت اللي بعديها، طيب لما الار بي سيز بيتغير الشكل بتاعها للشكل بتاع المنجل او شكل الهلال، ايه هي العيوب اللي هتظهر على كرات الدم الحمراء؟ اول واهم واخطر نقطه انها مش هتبقى قادره تشيل الاكسجين بفاعليه لانها ببساطه فقدت الشكل بتاعها. النقطه الثانيه، الار بي سيز اللي واخده شكل المنجل مش هيبقى عندها الفليكسابيليتي، ما بتبقاش عندها المرونه انها توصل لكل اجزاء الجسم، مش هتقدر تمشي داخل الشعيرات الدمويه الدقيقه. وده ليه؟ لان السطح بتاعها ما عادش فيه المرونه الطبيعيه. وكمان وده الاهم والاخطر، الشكل الجديد بتاع الار بي سيز شكل المنجل بيبقى عنده القدره انه يلزق كمان على ار بي سيز ثانيه، فبالتالي ممكن يعرض الشخص ده لحدوث جلطات. المشكلة التالتة، الار بي سيز اللي واخدة شكل المنجل بيبقى العمر بتاعها قصير جدا، تقريبا 10 ايام، عكس الار بي سيز الطبيعية. كرات الدم الحمراء الطبيعية العمر بتاعها تقريبا من 3 لـ4 شهور، تقريبا 120 يوم. لكن الار بي سيز اللي واخده شكل المنجل بتتكسر بسرعة، تقريبا في خلال 10 ايام من بداية تكوينها. المشكلة الرابعة، كرات الدم الحمراء اللي واخده شكل المنجل لما بتتكسر وتموت بتموت جوه الأوعية الدموية، وطبعا ده غلط، المفروض ان الجسم بيسحبها ويموتها في الأماكن المخصصة لكده. لكن لما الار بي سيز دي تتحلل جوه الأوعية الدموية واللي احنا بنسميه انترا فاسكولار هيموليسيز، طب وده مشكلته ايه؟ مشكلته ان الهيموجلوبين هيبقى موجود جوه الدم كده سايب، وطبعا دي مصيبة. ليه؟ لان الهيموجلوبين ليه القدره انه يسحب النيتريك اوكسايد الـ NO. طب وايه هي اهميه النيتريك اوكسايد دي؟ النيتريك اوكسايد ربنا خالقها علشان يوسع الاوعيه الدمويه. فتخيل بقى معايا ان في مركب دخل شفط الماده دي، فتقوم الاوعيه الدمويه تضيق بزياده. المشكله الخامسه، تكسير الار بي سيز بشكل سريع جدا عن ميعادها الطبيعي بيعمل حمل على الجسم انه يعوضها، لان اصبح في عنده انيميا، عدد كرات الدم الحمراء قل. طب وده بيظهر على الشخص ازاي؟ هنلاقي عنده البون مارو او النخاع بتاع العظم بيحاول يكون ار بي سيز بشكل عالي جدا، علشان كده النخاع بتاع العظم بنلاقيه بقى واسع، الميدالري كافيتي بتاعته بتبقى اوسع من الطبيعي علشان يخلي كميه الخلايا اللي بتنتج الار بي سيز الريتيكولوسايتس تبقى اعلى.
طب هل ده بس اللي الجسم بيحاول يعمله؟ لا، الجسم كمان بيحاول ينتج ار بي سيز من اماكن تانية غير العظم، زي الكبد. الكبد لما بيحاول ينتج ار بي سيز اعلى هيقوم يحصل عنده تضخم، او اللي احنا بنسميه الهباتوميجالي. المشكله اللي بعديها، لما الجسم بيكسر الار بي سيز بيتخلص منها عن طريق مين؟ عن طريق المراره. فلما تبقى في كميه كبيره من الار بي سيز بتتكسر قبل ميعادها، تقوم تعمل لي حصوات في المراره، والحصوات دي هتمنع نزول الصفرة للأمعاء، تقوم ترد مرة تانية للجسم، يقوم الشخص ده يبقى عنده صفرة. دي كده فكرة عامة عن أهم المشاكل والتغيرات اللي بتحصل عند الشخص اللي عنده أنيميا خلايا منجلية، ومع تغيير الشكل إيه اللي بيحصل بالظبط. طيب بعد ما أخدنا كده فكرة عامة عن سيكل سيل أنيميا، يجي هنا سؤال مهم جداً، هو التشوه اللي بيحصل في الجين بتاع البيتا بيبتايد ده ممكن يجي من احد الابوين، من الاب او الام، ولا لازم يكون الجين ده جاي من الاثنين مع بعض، من الاب والام؟ الحقيقه ان الجين ده لازم يكون جاي من الاثنين، من الاب والام، علشان كده المشكله دي بيسموها الاوتوزومال ريسيسيف انهيرتنس. فلو الشخص ده عنده نسخه من الجين سليمه ونسخة محرفة لميوتيتد بيتا بيبتايد جين، ساعتها بنقول على الشخص ده سيكل سيل كارير، وساعتها تقراها سيكل سيل تريت، أو بالعربي كده حامل للمرض. والحقيقة إن الشخص ده بيعيش طبيعي جدا، ما بيظهرش عليه أي أعراض قوية إلا لما يتعرض لظروف صعبة شوية، يعني مثلا يطلع على مرتفعات أو يعمل مجهود عالي جدا أو ما يشربش مية كتير وهكذا، لكن في الطبيعي ما بيكونش عليه أي أعراض تماما. والحقيقة إن الشخص ده اللي هو الحامل للمرض بيبقى عنده ميزة وحيدة، وهي إن كرات الدم الحمراء بتاعته الـ RBCs بتبقى أصغر من الطبيعي، ودي تديله ميزة انه بيكون محمي من الاصابة بالملاريا، لان الملاريا ما بتقدرش تعيش جوه الار بي سيز اللي حجمها صغير. ويفضل الشخص ده طبيعي جدا لغاية لما يتجوز واحدة هي كمان حاملة للمرض، ساعتها الطفل بتاعهم هيبقى عنده الجين من الام والجين من الاب المحرف الميوتيتد بيتا بيبتايد جين، ساعتها هيبقى الطفل ده بقى مريض، مريض بسيكل سيل ديزيز او سيكل سيل انيميا. البوينت التانية معانا النهاردة وهي الاعراض، يا ترى بقى ايه هي الاعراض اللي بتظهر عند المريض اللي بيعاني من السيكل سيل انيميا؟ اول واشهر عرض وهو الانيميا، او بمعنى اصح الهيموليتيك انيميا، يعني انيميا ناتجة عن تحلل الار بي سيز. زي ما عرفنا ان الار بي سيز اللي واخده شكل المنجل بيبقى العمر بتاعها من 10 ل 20 يوم بحد اقصى، بعديها تبدا تتكسر وتموت، فتقوم تظهر عند الشخص ده اعراض الانيميا. ليه؟ لان كميه الاكسجين اللي هتوصل لخلايا الجسم كلها هتقل، فتبدا تظهر عليه اعراض الانيميا، زي الاجهاد، زي التعب، زي الدوخه، زي الزغلله، زي طنين الاذن، زي السواد تحت العين، كل الاعراض المشهوره الخاصه بالانيميا. تاني اشهر عرض بيعاني منه الشخص ده وهو الالام، وده معروف كده بالنوبه، يقول لك جات له نوبه الالم. طب ودي بتحصل ازاي؟ الار بي سيز اللي احنا قلنا عليها اللي شكلها متغير لما بتروح تتجمع مع بعض وتقفل لي وعاء دموي واصل لعضو من اعضاء الجسم، او الحالة اللي بنسميها الفازو اكلوسيف، يعني وعاء دموي اتقفل، فبالتالي الانسجة اللي مش هيوصل ليها دم كمية الاكسجين اللي فيها هتقل، هتبدأ تصرخ، تبدأ تعاني من نقص الاكسجين. معاناة الانسجة دي من نقص الاكسجين بيكون على هيئة ألم، وطبعا لو الموضوع استمر ممكن يحصل تلف او دمج في الانسجة دي. طب والألم ده بيظهر فين؟ ممكن يظهر في أي مكان في الجسم، يظهر في البطن، يظهر في العظام، يظهر في الصدر، يظهر في القلب، يظهر في المفاصل، ممكن يظهر في اليدين والقدمين. وموضوع اليدين والقدمين دي أشهر ألام بتحصل مع الأطفال، والألم ده ممكن يستمر من ساعات ولغاية أسابيع. طيب الفازو اكلوسيف أو قفلة الوعاء الدموي ده، دي بس مشكلتها في الألم؟ لا، القفلة دي لو طولت هتعمل لي مشاكل كبيرة جدا،
زي ايه؟ ممكن تعمل لي ستروك او تعمل لي سكتة دماغية، ان الاوعية الدموية اللي موجودة في المخ اتقفلت، فبالتالي الجزء في المخ اللي مش هيوصل له دم هيبدأ يموت، او يعمل حالة بنسميها بالمونري هايبرتينشن، او ارتفاع في ضغط الدم داخل الرئة، او اللي احنا بنسميها اكيوت تشيست سندروم، وده عبارة عن ألم شديد جدا زي ألم السكين بيكون موجود في الرئة. طب وده ليه بيحصل في الرئة؟ ببساطة زي ما قلنا في أول الحلقة، إن سلسلة الببتايد اللي من نوع بيتا جوه الار بي سيز لما بتكون في وضع الدي اوكسجينيتد، الوضع اللي ما بتكونش شايلة فيه أكسجين، بتبقى عندها القابلية إنها تتجمع مع بعض تلزق وتديني شكل المنجل، وطبعا الرئة بيكون فيها كمية دم عالية جدا دي اكسجينيتد، والوضع ده هيخلي الار بي سيز تتحول بسهولة لشكل الاس او هيموجلوبين اس او شكل المنجل، وبالتالي لما تتحول لشكل المنجل او شكل السيكل ساعتها هتلزق في بعض وتروح تقفل لي وعاء دموي في الرئة، تقوم تعمل لي ألم شديد جدا في الرئة، او تجمع الار بي سيز من النوع اس تقفل لي الاوعية الدموية اللي واصلة للكلى، تقوم تموت لي انسجة الكلى، تعمل رينال نيكروسز، فتقوم الكلى تبدأ تسرب دم وتسرب بروتين، وده اللي بنسميه الهيماتويوريا والبروتينيوريا، او المشكلة تحصل في العضو الذكري، او المشكلة نحنا بنسميها البريوبيزم او الانتصاب المتواصل للقضيب، ولما يكون في انتصاب متواصل هينتج عنه ألام شديدة جدا، ولما بيتكرر مرة واتنين ممكن ينتج عنه ضعف في الانتصاب. يبقى عندي مشكلة أنيميا، عندي مشكلة ألام، والمشكلة التالتة والخطيرة عندي وهي العدوى المتكررة. طيب والعدوى المتكررة دي بتحصل بسبب ايه؟ ببساطة السبلين او الطحال مع الوقت كمية الدم اللي واصله له بتقل، لان كرات الدم الحمراء اللي من نوع اس بشكل متكرر تبدأ تقفل الاوعية الدموية اللي واصله للسبلين، فيقوم مع الوقت حجم السبلين يصغر، يقوم يتليف، وده اللي بيسموه السبلين سيكويستريشن او اوتو سبلينوكتومي. يعني ايه؟ يعني كأنك بالظبط عملت استئصال للطحال، يبقى الشخص ده عنده طحال ولكنه متليف، حجمه صغير وغير فعال. طيب وهي أهمية الطحال ايه؟ الطحال في أنواع كثيرة جدا من البكتيريا، الجسم بتاعنا كل اللي بيعمله انه يقفشها ويوديها للطحال يتخلص منها، زي الستريبتوكوكس نيومونيا، زي الهيموفلاس انفلونزا، زي النيسيريا، زي السالمونيلا. علشان كده جسم الشخص ده لما يتصاب بالأنواع دي من البكتيريا جسمه مش هيقدر يقاومها. العرض الرابع وهو تأخر النمو، طبعا دي أكتر حاجة بتظهر على الأطفال الصغيرين، وطبعا ده ليه؟ لأن كمية الأكسجين اللي واصلة لكل جسمه هتبقى أقل من الطبيعي. المشكلة الخامسة مشاكل في النظر، من أكتر الأوعية الدموية اللي بتتأثر بنقص الأكسجين هي الشبكية بتاعت العين، والمشكلة دي لو اتكررت بشكل كبير جدا وبدون علاج مناسب ممكن فعلا الشخص ده يفقد النظر. العرض السادس وهو حصوات المرارة، زي ما عرفنا ان الجسم لما بيكسر الار بي سيز بيطلعها عن طريق المرارة، ولما يكون عندي لود عالي جدا من تكسير الار بي سيز بتبدأ تتكون حصوات في المرارة. حصوات في المرارة يعني قفلنا نزول الصفرة البيليروبين من الجسم للأمعاء، فتقوم البيليروبين ترد مرة تانية للجسم تقوم تدينا الجوندس أو الصفرة. دي أهم وأشهر 6 أعراض بتظهر على مريض السيكل سيل أنيميا. البوينت الثالث معانا النهاردة وهو التشخيص. ببساطة في دول كتيرة جدا من ضمن البروتوكول بتاعها مع الولادة على طول بيبدأ الدكتور ياخد عينة من كعب البيبي، وبنبدأ نحلل الدم بتاعه ونبدأ نشوف هل عنده هيموجلوبين اس ولا لا. لو عنده نبدأ بقى نعمل تحاليل تانية نتأكد هل هو حامل للمرض تريت ولا هو فعلا مصاب بالمرض، لانها تفرق بشكل كبير جدا. وحاليا كمان بيتعمل اختبارات قبل الولادة، ممكن ناخد عينة من السائل اللي موجود حوالين المشيمة الامينوتيك فلويدز ونبدأ نحللها ونعرف اذا كان الجنين ده
هيكون مصاب بالمرض سيكل سيل انيميا ولا لا. العنوان الرابع معانا النهارده والاخير وهو العلاج. زي ما احنا عرفنا ان المشكله في الاساس هي مشكله جينات، معنى كده ان العلاج الوحيد والقاطع للمرض ده ان احنا نعمل زراعه النخاع البون مارو ترانسبلانتيشن. والموضوع ده ما هوش سهل ولا بسيط وليه شروط كتيره جدا، وان شاء الله لما هنتكلم على زراعه النخاع وهنعرف كل حاجه عنها وازاي بناخد الستيم سيلز وبناخدها من اي مكان ومين الدونرز اللي هيديها لنا وايه هي الشروط اللي لازم تنطبق على الشخص اللي هيتعمل له زراعه نخاع، حاجات كتيره جدا هنعرف من خلالها ان الموضوع مش سهل ولا بسيط تماما. معنى كده ان كل الادويه اللي هنتكلم عنها دلوقتي وال12 خطوه في العلاج هي عباره عن علاجات للاعراض اللي هتظهر على المريض دوت. فتعالوا كده ناخدها واحدة واحدة ونتعرف على بروتوكول العلاج لكل نقطة فيها. أول حاجة المضادات الحيوية. زي ما عرفنا إن الشخص ده الإسبرين عنده تقريباً ما عادش موجود، فبالنسبة لنا أي بكتيريا صغيرة هتبقى مميتة بالنسبة له. علشان كده الشخص ده بياخد المضاد الحيوي بشكل مستمر من الولادة ولغاية تقريباً 5 سنين. واهم مضاد حيوي عندنا هو البنسلين جي او في. ده بنبداه من عمر شهرين، بناخد 125 مللي جرام كل 12 ساعه باستمرار لغايه لما الطفل يوصل لثلاث سنين. عند الثلاث سنين هيبدا الدكتور يرفع الجرعه ويخليها 250 مللي جرام كل 12 ساعه. وعند 5 سنين في الاغلب الدكتور بيوقف المضاد الحيوي. لكن لو الطفل بيتعرض لعدوى متكررة ساعتها الدكتور ممكن يكمل المضاد الحيوي حتى فوق 5 سنين كمان. واستعمال المضاد الحيوي بالشكل ده من الحاجات فعلا النادرة، قليل جدا لما نسمع ان شخص بيستعمل مضاد حيوي سنين طويلة. دي من ضمن الحالات المشهورة لاستعمال المضاد الحيوي. بس خلي بالك البنسلين جي او في مش فعال قوي ضد انواع بكتيريا كتيرة. فلو الطفل وهو بيستعمل المضاد الحيوي ده بنسلين جي او في حصل عنده سخونة، حصل عنده كحة، حصل عنده التهاب شعبي، ساعتها الطفل ده بيتحجز في المستشفى وبنديله انتيبيوتيك اقوى، حاجات مثلا زي السيفوتراكسون، زي السيفيروكزيم او السيفيكزيم. وبعد ما الحالة تستقر والعدوى بتختفي بيطلع من المستشفى ويكمل على نفس المضاد الحيوي بنسلين جي او في. تاني خط من خطوط العلاج وهي مسكنات الألم. احنا قلنا ان الشخص ده دايما هيعاني من آلام شديدة على مدار عمره، وزي ما عرفنا بنسميها النوبة، نوبة الألم، ودي ممكن تتكرر على الشخص 6 مرات في السنة. فلازم الشخص ده يتعلم ازاي يتعامل مع الألم دوت. وهنا مسكنات الألم بتبدأ تدريجيا، يعني نقول له استعمل باراسيتامول او البنادول. طب ما جابش نتيجة، نعلى شوية وناخد الباراسيتامول مع نونسترويدال زي مثلا الايبوبروفين. ما جابش نتيجة يبقى خد باراسيتامول مع الكودايين. ما جابش نتيجة ساعتها يبقى لازم مستشفى، وهنا هنديله مورفين، مسكن ألم قوي جدا. لأن ببساطة الكرايسيس أو الصدمة اللي بتحصل له من الآلام بتبقى شديدة جدا، ولما يدخل في المستشفى مش هيحصل حاجة غير اننا هنديله محلول ملح، هنزود كمية المية اللي موجودة في جسمه، وهنضرب معاها مسكن ألم قوي زي المورفين او غيره. الخط الثالث في العلاج وهو صدمة لناس كتيرة جدا وهو الهيدروكسي يوريا. هيدروكسي يوريا العلاج المشهور في السرطان؟ ايوة. طب ايه دخل علاج السرطان في الحالة دي؟ الحالة دي ما هياش كانسر اصلا. ببساطة اكتشفوا ان الهيدروكسيوريا بيوجه الجسم ان يكون لي هيموجلوبين من نوع F. فاكرين اول حلقة قلنا F ده ايه؟ الF ده الهيموجلوبين اللي بيكون اثناء الحمل عند الجنين. طيب لما الجسم بيكونه على حساب مين؟ على حساب الهيموجلوبين S. معنى كده ان الهيدروكسيوريا هيوجه الجسم انه يصنع هيموجلوبين كويس وفعال وطبيعي. طيب لما الهيموجلوبين اس او الهيموجلوبين بتاع انيميا الخلايا المنجليه يقل في الجسم
الطفل ده او الشخص ده هيستفاد ايه؟ هيستفاد حاجات كتيرة. عدد مرات الالم اللي هتظهر عنده هتقل، خطر التعرض للسكتات الدماغية هيقل، اعراض الانيميا عنده هتقل، عدد مرات دخول المستشفى عنده هيقل، تعرضه للعدوى البكتيرية هتقل، لان ببساطة العلاج ده هيحافظ على السبلين. عدد مرات نقل الدم عنده هيقل. فمعنى كده ان الهيدروكسيوريا علاج ناجح جدا لاعراض السيكل سيل انيميا او سيكل سيل ديزيز. علشان كده في 2017 تم اعتماد اول علاج هيدروكسيوريا للاطفال وسموه سيكلوس، وده بيتاخد من عمر السنتين. الجرعة بتاعته ببساطة 20 ميلي جرام لكل كيلو جرام مرة في اليوم، وكل شهرين برفع الجرعة بزودها بمقدار 5 ميلي جرام لكل كيلو جرام. طيب انا بعمل الحكاية دي ليه؟ بزود الجرعة بشكل تدريجي ليه؟ لان الهيدروكسيوريا علاج زي بقية العلاجات وليه برضو مشاكل على الجسم، اهمها انه ممكن يعمل لي مايلو سبريشن، يعني ببساطة هيقلل جدا من تكوين كرات الدم البيضة الوايت بلاد سيلز. معنى كده انه ممكن يعرض الشخص ده لمخاطر عدوى من بكتيريا او فيروسات. كمان من اهم اثاره الجانبية انه ممكن يعمل سرطان في الدم. علشان كده الهيدروكسيوريا لازم الدكتور اللي هيكتبه يكون متخصص، وكمان لازم يكون واخد اعتماد لاستخدام العلاج دوت، لان المريض هيرجع له كتير وهنبدأ نعمل معاه تحاليل كتير، ورفع الجرعة بشكل تدريجي ده شيء مهم، ولازم كل مرة هنتأكد بالتحاليل. لكن إجمالا الهيدروكسيوريا من أشهر وأهم العلاجات حاليا اللي بتستخدم للسيطرة على أعراض السيكل سيل أنيميا. الحاجة الرابعة معانا في العلاج وهي نقل الدم أو Blood Transfusion. طيب نقل الدم ده بنعمله إمتى؟ بنعمله في كذا حاجة. لو أعراض الأنيميا عالية جدا، الهيموجلوبين عند الشخص بقى واقع جدا، أو في آلام عالية جدا في الصدر. ولكن مشكلة نقل الدم دي مش بسيطة. ليه؟ الشخص ده بيحصل عنده تراكم في الحديد، لأن الشخص ده عنده فعليا RBCs بس اتكسرت. معنى كده هيكون عنده Iron Overload، يعني هيكون عنده حديد عالي جدا. طب والحديد لما يزيد ده مشكلته ايه؟ ببساطة هيبدأ يتركز في أنسجة الجسم ويدمرها، فممكن يدمر الكبد، ممكن يدمر العظام، ممكن يدمر الكلى. فتيجي بقى هنا أهمية المركبات اللي بتقفش الحديد وتاخده تنزله في البول بشكل طبيعي، زي الديفيروكزامين، الديفيرازوركس، والديفيريبرون. ولكن حاليا في عندنا طريقة جميلة جدا، بدل ما نعمل نقل دم وبعدين نعالج المشكلة اللي هتظهر من نقل الدم بدواء يمنع لي تراكم الحديد، دلوقتي في عندنا جهاز ممتاز جدا بيسموه إريثروسيتافوريسيس. طيب والجهاز ده بيعمل ايه؟ ببساطة ده جهاز بينقي دم المريض، بمعنى انه يسحب بس الRBCs اللي فيها فقط هيموجلوبين S، ويعوض الجسم بنفس الكمية وبنفس العدد بRBCs فيها هيموجلوبين A، يعني مش هيكون عندنا مشكلة من تراكم الحديد او الايرن اوفرلود. الخطوة الخامسة وهي علاج لمشكلة الاكيوت شيست سندروم، ودي لما بتحصل وبيكون في ألم شديد جدا في الرئة، الأغلب المريض ده لازم بيخش المستشفى، لأنه بيكون ألم أشبه بطعن السكين. وهنا بيكون العلاج إن إحنا بندي المريض ده أكسجين، بنركب له محاليل عشان نعمل هيدريشن عالي، ممكن ننقل له دم ونعمله بلاد ترانزفيوجن زي ما قلنا، هنديله طبعا مسكن للألم قوي جدا، وكمان الدكتور هيبدأ يديله أنتيبيوتيك لو شك إن في إنفكشن، وكمان هيديله انتي فيروس لو شك ان المريض ده عنده H1N1 او انفلونزا الخنازير، وكمان الدكتور هيديله موسعات للشعب الهوائية. علشان كده لما اتكلمنا على الاعراض قلنا موضوع الالم اللي بيحصل في الرئة ده من اكتر الحاجات اللي لازم معاها المريض يتنقل للمستشفى. العلاج السادس وهو علاج الانيميا. اهم نقطة تكون في دماغنا واحنا بنعالج الانيميا دي، لانها نوع من انواع الانيميا، ان احنا مش هندي حديد. في ناس متخيلة كلمة انيميا يبقى على طول ادي حديد، واحنا لسه قايلين ان الشخص ده عنده كمية حديد عالية جدا في جسمه. الشخص ده ما بيكونش بيحتاج حديد، ولكن بيكون محتاج فوليك اسيد.
لان كل المرضى اللي عندهم سيكل سيل ديزيز بلا استثناء بيكون عندهم نقص في الفوليك اسيد سواء اطفال او كبار، علشان كده بندي الفوليك اسيد بدون تحليل ليه. فلو الطفل تحت الست شهور بنديله 1/10 ميلي جرام مرة كل يوم، من 6 شهور لسنة بنديله ربع ميلي جرام مرة كل يوم، من سنة لسنتين هنديله نص ميلي جرام مرة كل يوم، فوق السنتين هنديله 1 ميلي جرام مرة كل يوم. وزي ما اتفقنا ما بناخدش حديد تماما إلا لو الدكتور عمل تحاليل ولقى عنده الحديد ناقص، وعادة دي بتبقى نادرة جدا مش موجودة مع أي حد عنده سيكل سيل ديزيز. المشكلة السابعة وهي حصوات المرارة أو الجالستون. في الأغلب لو حصوات المرارة عاملة ألام شديدة جدا وبتتكرر بيكون العلاج بتاعها إن الدكتور بيشيل المرارة ونخلص منها تماما. المشكلة التامنة وهي البريابيزم أو الانتصاب المتواصل. هنا أهم حاجة بنعلمها للمريض إنه يشرب كمية مية كبيرة جدا لو حصلت عنده المشكلة دي. الحاجة التانية ياخد مسكن قوي جدا، والحاجة التالتة يحاول ان هو يتبول، لان التبول اثناء الانتصاب ده فعليا بيكون فعال جدا في تقليل الانتصاب. والحاجة الرابعة ياخد سودوفيدرين بتركيز 30 ميلي جرام. سودوفيدرين اللي موجود في علاج الرشح والزكام اللي هتلاقيه في السوق تقريبا الحباية فيها 120 او 125 ميلي جرام. ببساطة ممكن تقسم الحباية 4/4 وتقول له خد ربع لو حصلت لك المشكلة دي، الانتصاب المتواصل او البريابيزم. طيب المريض عمل كل الحاجات دي، خد مسكن وشرب مية وخد العلاج بتاع السودوفيدرين ومفيش فايدة، والانتصاب كمل اكتر من ساعتين، ساعتها يبقى لازم مستشفى على طول. وهنا الحل بتاعه ان احنا هنحقن ابينفرين جوه الجسم الكهفي للقضيب. طيب مفيش علاجات تمنع او تقي الشخص من موضوع الانتصاب المتواصل ده؟ الحقيقه فيه، وهو السيلدينافيل او الفياجرا. هتقول لي يا عم الراجل ده اصلا بيعاني من انتصاب متواصل، تديله فياجرا ليه او سيلدينافيل ليه؟ لو حضراتكم فاكرين لما اتكلمنا في السلسله الخاصه بضعف الانتصاب عند الرجال قلنا النقطه دي، الادويه من مجموعه الفوسفودايستريز انزيم انهيبيتور زي السيلدينافيل والتادالافيل والفاردينافيل من ضمن اهم مميزاتها انها بترفع لي النيتريك اوكسايد اللي موجود في الاوعيه الدمويه. واحنا قلنا في اول الحلقه لما بيحصل هيموليسيس او تكسير للار بي سيز، الهيموجلوبين اللي بيطلع في الدم بيشد كل كميه النيتريك اوكسايد يقوم يضيق الاوعيه الدمويه. فانا لما ادي الشخص ده فياجرا بتركيزات قليله جدا دي بتخلي الجسم يكون كميه نيتريك اوكسايد بشكل طبيعي. لما بيتكون بشكل طبيعي معنى كده ان الاوعية الدموية هيبقى الوسع بتاعها طبيعي، يقوم يقلل جدا من حدوث البريابيزم او الانتصاب المتواصل. انا عارف ان ناس كتيرة هتتلخبط ازاي ان انا عالج مشكلة انتصاب متواصل بادوية اساسا بتعمل انتصاب، لكن على حسب طبيعة المرض احنا بندي العلاج. المشكلة التاسعة معانا وهي الستروك او السكتة الدماغية. طبعا السكتة الدماغية احنا مش هنعالجها، احنا كل اللي هنعمله كصيادلة ان احنا نوصل للمريض او لاهل المريض ايه هي اعراض السكتة الدماغية، ولما تحصل لازم مستشفى على طول. طيب ايه هي اهم اعراضها؟ مشاكل في الكلام، الشخص ممكن يحصل عنده الام في عين واحدة او في العينين، ممكن يحصل خدلان او تنميل في نص الوجه او نص الجسم كامل، ممكن الشخص ده يعاني من صداع بشكل مفاجئ ويكون صداع قوي جدا، الشخص بيعاني من مشاكل في المشي رجله مش شايلاه. دي يمكن اهم الاعراض اللي لو حصلت لازم مستشفى فورا. العلاج العاشر وهو علاج ارتفاع الضغط الرئوي او البلمونري هايبرتنشن، او اختصارا بنسميها البا او البي اي اتش، بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. وده الحقيقه من اكتر اسباب حدوث الوفيات عند الاشخاص اللي عندهم انيميا خلايا منجليه. طيب ليه ارتفاع ضغط الدم في الرئه بيكون مميت؟ لانه ببساطه اي مشكله في الرئه هتضرب مباشره في القلب وفي الكلى. وهنا مشكله ارتفاع الضغط سببها ايه؟ ان في عندي مشكله في اتساع الاوعيه الدمويه بتاعه الرئه، لان زي ما اتعلمنا ان كمية الهيموجلوبين اللي بتبقى موجودة وسايبة في الدم ب
بتشفط النيتريك اوكسيد تقوم تضيق الأوعية الدموية، تقوم تعمل لي ارتفاع في ضغط الدم داخل الأوعية الدموية بتاعت الرئة. طيب وهنا العلاجات بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه؟ طبعا عندنا الهيدروكسيوريا قلنا انه بيعالج المشكلة من الأساس، ممكن نعمل نقل دم بشكل سريع، ممكن ندي مسكنات للألم، ممكن نستعمل في مرحلة من المراحل الفياجرا أو السيلدينافيل، لأن هيكون ليه نفس الفاعلية اللي اتكلمنا عليها في حالة البريابيزم. علشان كده ما تستغربش لما تلاقي طفل صغير أو رضيع مكتوب له فياجرا، لأنها ببساطة علاج أساسي في مشكلة البلمونري هايبرتنشن. لكن حاليا في عندنا أدوية بتبقى more selective، الشغل بتاعها بيبقى أقوى بكتير جدا من الفياجرا في توسيع الأوعية الدموية اللي موجودة في الرئة، ودي مجموعة بنسميها الاندوثيلين 1 بلوكر، ويمكن أشهر دواء في المجموعة دي مادة بنسميها البوزنتان. طيب البوزنتان ده بيستخدم إزاي؟ الجرعة بتاعته سهلة جدا، لو الشخص اللي قدامك وزنه تحت 40 كيلو بناخد 62 ميلي جرام كل 12 ساعة. طيب لو الشخص وزنه فوق 40 كيلو هناخد 62 ميلي جرام كل 12 ساعة لمدة شهر واحد، بعد الشهر ده بنرفع الجرعة ل 125 ميلي جرام كل 12 ساعة. العلاج ال11 عندنا وهو الأرجينين. حاليا في أبحاث كبيرة جدا وفعلا في دلالات عالية جدا ان استخدام الأرجينين مرتبط بتكوين النيتريك اوكسيد في الجسم، واحنا عرفنا ان النيتريك اوكسيد من الحاجات الأساسية اللي بتوسع الأوعية الدموية. علشان كده هتلاقي الأرجينين من الحاجات اللي بتتكتب كمكملات غذائية للمريض اللي عنده سيكل سيل ديزيز، هتبقى حاجات طبيعية انها تزود لي كمية النيتريك اوكسيد في الجسم. الخطوة الـ12 والأخيرة معانا وهي التطعيمات أو الفاكسينيشن. زي ما عرفنا ان المريض اللي عنده أنيميا خلايا منجلية تقريبا ما عندوش طحال، يبقى الحل بتاعي ان انا دايما اديله تطعيمات وبشكل منتظم وبشكل مناسب. واهم التطعيمات اللي لازم ياخدها نيوموكوكال فاكسين، هيموفيلس انفلونزا فاكسين، وتطعيمة المينينجايتس عشان التهاب السحايا. بكده يكون فيديو النهاردة انتهى، اتمنى ان اكون قدمت لحضرتك معلومة جديدة ومفيدة ومتكاملة. في النهاية ما تنساش ده سؤال الحلقة، دور على الاجابة وسيب لي اجابتك في التعليقات. كل الماتيريال والمصادر اللي بستخدمها هتلاقيها موجودة في لينكات اسفل الحلقة، تقدر حضرتك تحملها بشكل مجاني، وكمان تسجيل الفيديو ده هتلاقيه موجود في لينك اسفل الحلقة كمان تقدر حضرتك تحمله بشكل مجاني. ياريت لو عجبك محتوى الفيديو والقناة تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا واشوفكم الحلقة الجاية من اوكتوس فارماسيست. في امان الله.